بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيك يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض لسن 5 في يونت 1 من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ يا حبايبي ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ولو عايزين اي حاجة اكتبولي في كومنت. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بقول لايف سكيلز يعني مهارات حياتيه، كونكت وذ ماث يعني تواصل مع ماده الرياضه. هنتعلم النهارده في درسنا التمثيل البياني. ليسن تراك اند ريد يعني استمع تتبع واقرا. اساعد عائلتي اي هيلب ماي فاميلي، اي هيلب ماي فاميلي. نمبر 1 البنوته الشطوره دي بتقول ايه؟ بتقول اي هيلب ماي فاميلي ان ذا مورنينج. اي هيلب يعني انا اساعد عائلتي my family in the morning في الصباح. I help my family in the morning. I help my family in the morning. طيب ايه النشاط اللي بتقوم بيه او ايه المهارة اللي بتقوم بيها؟ بتقول I make my bed. I make my bed. تاني يا حبايبي repeat after me. I help my family in the morning. I make my bed. بعد كده number 2 الولد الشطور ده بيقول ايه؟ I help my teacher at school يعني اساعد معلمتي في المدرسة. طب ايه النشاط او المهارة اللي بقوم بها؟ بقول I tidy the classroom. تاني I help my teacher at school. يبقى I help مشتركة معانا في الاربع صور. I help يعني انا اساعد my teacher معلمتي at school في المدرسة. I help my teacher at school. ايه النشاط اللي بقوم بيه؟ بقول I tidy the classroom. I tidy يعني انا انظم او انا ارتب the classroom يعني حجرة الفصل. I help my teacher at school. I tidy the classroom. number 3 عندنا البلد الشطور ده بقول ايه؟ بقول اساعد عائلتي بعد الظهر انظف المنزل. يبقى النشاط اللي بقوم بيه في البيت في المساعدة بقول انظف المنزل. طيب هنقولها مع بعض. I help my family in the afternoon. نفس الجملة اللي فوق بس هنا بنغير الوقت. هنا الجملة الاولى زي الجملة الاولى هنا بس بنغير الوقت. فوق كنا بنقول the morning لكن هنا هنقول the afternoon وقت الظهيرة. I help my family in the afternoon. I help my family in the afternoon. يعني أنا أساعد أسرتي أو عائلتي في وقت الظهيرة. طب إيه النشاط اللي بقوم به؟ بقول I clean the house. I clean the house يعني أنظف المنزل. number 4 نشوف الولد الأمور ده بقول إيه؟ بقول أساعد عائلتي في المساء. إيه النشاط اللي بقوم به؟ بقول أغسل الأطباق. يبقى I help my family in the evening. I help my family in the evening. I wash the dishes. I wash the dishes. I wash the dishes. I help my family in the evening. I wash the dishes. نشوف الصفحة اللي بعد كده. عندنا تمثيل بياني. هنا بقول له look count and color. انظر عد ولون. جايب لي مجموعة من الحيوانات والطيور في الصورة. وجايب لي تمثيل بياني. من 1 لسبعة بيمثل عدد الحيوانات والطيور الموجودة في الصورة. وكل عمود بيمثل نوع من أنواع الحيوانات أو الطيور. إحنا بنعد وبنحدد الرقم في الرسم البياني. بمعنى عندنا كام بطاية؟ إحنا عارفين إن إحنا طبعا لازم نعد الأرقام بالإنجليش. يعني هنقول 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 يعني كام بطة؟ يعني 5 ducks. يبقى هنا هنمثل للبط من number 1 لنمبر 5. هنلون 1, 2, 3, 4, 5 على قد عدد البط. 1, 2, 3, 4, 5 يعني 5 ducks يعني 5 بطات. طيب عندنا الشكل الثاني فراشة. عندنا فراشة butterfly. طيب احنا عايزين نشوف عدد الفراشات الموجودة في الصورة.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 عندنا 5 butterflies يعني 5 فراشات. يبقى هنا هنمثل تمثيل بياني للفراشات 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 على قد العدد بنلون. بعد كده عندنا شيب يعني خروف. هنشوف عندنا في الصورة كام شيب. 1 2 3 4 5 6 يبقى هنلون لعند رقم 6. يبقى 1 2 3 4 5 6. بعد كده نشوف عندنا كام طائر. 1 2 3 عندنا 3 يعني 3 بيردس. يبقى هنا 1 2 3 يبقى هنلون من العمود 1 2 3. بعد كده عندنا كاو. هنشوف عندنا كام كاو في الصورة. 1 2 3 يعني عندنا 3 كاوز. يبقى هنا هنظلل 3 او هنلون 3 في الرسم البياني. يبقى 1 2 3. نشوف الصفحة اللي بعد كده. جايب لنا تمثيل بياني طبعا بيقول لي من 1 لـ10 بيمثل عدد تشيلدرن الاطفال. وكل عمود بيدل على الوقت او المكان. احنا طبعا هنقرا الجمله ونشوف الجمله محتاجه ايه بالظبط من التمثيل البياني وهنكمل الجمل. في نمبر 1 بيقول لي 4 تشيلدرن يعني 4 اطفال هيلب ان ذا. عايزين نشوف الاربع اطفال بيساعدوا في وقت ايه بالظبط. طبعا هنروح على العدد 4 نشوف ايه العمود اللي بيمثل نمبر 4. العمود اللي بيمثل نمبر 4 مورنينج الصباح. يبقى الوقت اللي احنا عايزينه في نمبر 1 في الجمله الاولى مورنينج. نمبر 2 جايب لي الوقت وطبعا محتاج او عايزين الرقم. هنحدد الرقم عن طريق الرسم البياني. احنا هنا محتاجين الرقم نكتب الرقم في النقط. طب هنجيب الرقم منين يا حلوين؟ من الرسم البياني. هنشوف الوقت اللي محدده في الجمله وبناء على الوقت اللي عندي بعد كده هنجيب الرقم بناء على الزمن او الوقت اللي محدده في اليوم هنعرف نجيب الرقم. هنا نمبر 2 نقطة children help in the evening يعني كام طفل بيساعد في وقت المساء. نشوف العمود اللي مكتوب تحته evening. يبقى كده نمبر 3 قصاد رقم 3 يبقى 3 اطفال. احنا قلنا من 1 لـ10 بيمثل عدد الاطفال. العمود اللي مكتوب تحته evening يمثل كده عدد الاطفال اللي بيساعدوا في وقت المساء. نشوفهم قد ايه 3. يبقى هنا هنكتب 3. طيب الجمله الثالثه نقطة children help in the afternoon جايب لي الوقت واحنا هنكتب الرقم رقم الاطفال اللي بيساعدوا في وقت الظهيره. طيب نشوف afternoon العمود اللي تحته afternoon يا ترى كام طفل بيساعد في وقت الظهيره. نشوف العمود واقف عند رقم ايه بالظبط. نمبر 9 يبقى 9 اطفال يبقى هنكتب هنا 9. اخر جمله بيقول لي 6 children 6 اطفال help at يعني 6 اطفال بيساعدوا فين. احنا هنا عايزين المكان اللي بيساعدوا فيه. هنشوف العمود 6 مكتوب تحته ايه. لعند نمبر 6 مكتوب تحته at school يعني بيساعدوا في المدرسه. يبقى هنكتب هنا school. نشوف الصفحه اللي بعد كده. بعد كده يا حلوين بيقول لي listen and circle يعني استمع وضع دائره. طبعا بنقرا الكلمه وبنشوف الصوره اللي بتدل على الكلمه وبنعمل عليها دائره. 1 classroom يبقى الصوره الثانيه كده حجره الفصل المدرسي. نمبر 2 tidy يعني يرتب او ينظم يبقى الصوره الاولى. bed يعني سرير او فراش يبقى الصوره الثالثه. بعد كده بيقول لي look and write بنختار الاجابه المناسبه من فوق ونكتبها في النقط. نمبر 1 هتبقى this is my grandma. احنا عارفين ان this بتأتي مع is يبقى هنختار this للمفرد. بنتكلم عن اسم مفرد. grandma اسم مفرد. number 2 these are my new friends. احنا عارفين ان this يأتي بعدها are مباشرة يبقى الكلمة اللي مش محتاجينها كلمة this اللي فوق مش محتاجينها هنسيبها كده. لكن this هنكتب فوقها number 1 ونكتبها في الجملة الأولى or number 2 ونكتبها في الجملة الثانية. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بقول لي circle the correct word ضع دائرة حول الكلمة الصحيحة. بناء على الصورة بختار الكلمة الصحيحة. كده الولد الشطور ده
ينظف المنزل هنقول I clean the house، يعني أنا أنظف المنزل. هو بقول I clean the house، أنا أنظف المنزل. هنا البنت الأمورة دي بتقول I make my bed، طبعا هي كده بترتب سريرها، فبتقول I make my bed يعني أنا أرتب سريري. بعد كده بقول له look read and complete، يعني انظر اقرأ وأكمل. جايب لي كلمات فوق وبختار الكلمة المناسبة وبكتبها في النقط. نمبر 1 هتبقى I tidy my classroom، يبقى tidy نمبر 1 نكتبها في الجملة الأولى، أنا أرتب حجرة الفصل. نمبر 2 I help my family in the afternoon، أنا أساعد عائلتي في وقت الظهيرة. I help my family in the afternoon، يبقى الكلمة التانية afternoon ونكتبها في الجملة التانية. بعد كده بقول لي copy the following sentences، يعني انسخ الجمل التالية. copy the following sentences، انسخ الجمل التالية. كل طبعا كل جملة بنكتبها تحتها بخط كويس، كل جملة بنكتبها تحتها بخط كويس. وبكده يا حلوين نكون انتهينا من شرح lesson 5 في unit 1 مع حل أسئلة الدرس. لو عايزين أي حاجة حبايبي اكتبوله في كومنت، وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.